أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى من داخل أكاديمية الشرطة، حيث مقر انعقاد احتفال مصر وليس احتفال وزارة الداخلية فقط بعيدها، عيد الشرطة المصرية رقم 71، ذلك اليوم الذي يخلد ذكرى كل عام احتفالا واحتفاء بما قدمه هؤلاء الرجال الأبطال في معركة الإسماعيلية. في حقيقة الأمر فعطاء رجال الشرطة هو عطاء متجدد كل عام، ويتم الارتقاء به من عام لآخر لمواجهة كل التحديات التي يعني تحاك لمصر داخليا، ولكن رجال الشرطة البواسل قادرين على التصدي لأي أزمات قد تحدث لا قدر الله، والسبب في ذلك هو رفع كفاءتهم التي تمت هنا داخل أكاديمية الشرطة، وأيضا الارتقاء بالمنظومة الأمنية. وربما إذا أعدنا بالأذهان ما حدث هنا في أكاديمية الشرطة قبل أشهر قليلة من نهاية العام الماضي، وبالتحديد يوم تخريج دفعة جديدة من دفعات أكاديمية الشرطة، فما تم في ذلك اليوم وظل عالقا في أذهان الكثيرين هو دور الشرطة النسائية والارتقاء بمستوى هذا القطاع، تحديدا قطاع الشرطة النسائية داخل هذه المنظومة الشرطية لتلبية كل احتياجات المواطن المصري وصون أمنه وكرامته. معي في هذا اللقاء رائد هند محمد علام من قطاع التدريب وإحدى المكرمات. صباح الخير. صباح الخير سيادة الرائد، عاوزين نعرف يعني تكريم النهاردة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم مثل يوم عيد الشرطة 25 من يناير، ما هي دلالة هذا التكريم بالنسبة لحضرتك؟ طبعا موضوع التكريم ده بالنسبة لي يعني شرف كبير، وخصوصا ان انا هتكرم من السيد الرئيس، فدي حاجة بالنسبة لي عظيمة جدا، وانا واحدة من ضمن مجموعة عمل كبيرة جدا بتمثل وزارة الداخلية من عنصر نسائي، بقى لي دور فعال مع جوه الوزارة، ضابطات اتدربوا على مستوى عالي جدا، افراد متدربين برضو على مستوى عالي جدا من التدريب، فده فخر لينا كلنا كشرطة نسائية ان احنا يبقى لينا دور في الوزارة ودور في المجتمع، وان احنا كمان نوصل ان احنا نتكرم من السيد الرئيس. طيب خليني أسأل حضرتك على دور قطاع التدريب ودور الشرطة النسائية تحديدا في الارتقاء بالمنظومة الأمنية في مصر الجمهورية الجديدة. دور الشرطة النسائية أو دور الضابطات في قطاع التدريب هو صقل مهارات الضابطة من كل النواحي التدريبية، رفع اللياقة البدنية، رفع مستواها في كل ما يخص التدريب، علشان دي تواكب الموضوع والتطورات العصر بالجرائم اللي بتحصل بالكلام ده كله، وخصوصا ان هي بتتعامل برضو مع عنصر نسائي خارج المنظومة، فان هي تبقى دلوقتي يعني على سبيل الحصر دلوقتي بقى في ضابطات في كل مكان، سواء في الاقسام، في قطاع الاحوال المدنية، في قطاع الحماية المجتمعية، في اكاديمية الشرطة، بقى في كل مكان في وزارة الداخلية او اي مكان خدمي بقى وجود العنصر النسائي، فلازم طبعا ان هو يبقى عنصر مدرب ليه ثقل في مهاراته، فالحمد لله يعني يمكن الوزارة مهتمية جدا جدا بجانب التدريب بخصوص موضوع الضابطات. ربما هو دور أيضا مهم يعني يأتي انعكاسا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنتها مصر في أواخر عام 2021، وبالفعل سرعان ما ترجمتها وزارة الداخلية إلى أرض الواقع. أخيرا سيادة الرائد هند، لو هقول لحضرتك تقولي إيه رسالة لشعب مصر العظيم وأيضا يعني نساء الشرطة المصرية؟ طبعا هي مناسبة عظيمة جدا، 25 يناير هو مش عيد الشرطة بس، لا هو عيد الشعب كله، طبعا كل الناس عارفة ان يوم 25 يناير ده يوم تكاتفت الشرطة والشعب على ايد واحدة وعلى قلب واحد، وان هم انتصروا على العدوان، فيعني بالنسبة للشعب يعني احنا منهم وهم منا، واحنا ما الا احنا عايشين لحماية الشعب، وربنا يقدرنا ونبقى دايما بنخدم الوطن ومن تقدم لتقدم ان شاء الله.
أشكر حضرتك سيادة الرائد هند علامة من قطاع التدريب بوزارة الداخلية، وألف مبروك يا فندم على التكريم. إذا مشاهدينا الكرام، يعني كما هو معتاد دائما فإن الشرطة المصرية دائما ما ترتقي بالخدمات التي تقدم للجمهور، وربما خير دليل على ذلك هو ما شاهدناه من تواجد فعال للشرطة النسائية، وهذا الدور الذي أيضا يخفف من حدة أحيانا التكدسات التي كانت متواجدة في الماضي داخل المراكز التي تقدم خدمات للجمهور. ولكن بعد أن تم الارتقاء بهذه المنظومات كقطاع الأحوال المدنية وإدخال عنصر التكنولوجيا في هذا القطاع تحديدا، أصبح الأمر فيه كثير من التخفيف على كاهل هذا المواطن من أجل أن يكون يعني حفظ أمن وأمان المصريين، وأيضا حفظ كرامة المواطن المصري في هذه الخدمات التي تقدم. أيضا الشرطة المصرية ليس لها تواجد أمني فقط، بل أيضا تواجد إنساني وتواجد اجتماعي، وهو ما ظهر جليا في مبادرة كلنا واحد. هذه المبادرة الذي أطلقت في عدد من نسخ لها، ربما وصلنا الآن إلى النسخة رقم 23. هذه المبادرة التي تقدم سلع استراتيجية للتخفيف عن كاهل المواطن المصري بنسب تخفيض تصل إلى 60%. إذن كما قالت الرائد هند علام بأن شعب مصر لا يتجزأ أبدا، فمصر والشرطة المصريين ورجال الشرطة على قلب رجل واحد دائما، ودائما ما يتجدد العهد.